لان مش الكرام مش دخلناش في هذا كيف ما كتبوا معنا في اللحظات. مش الكرام حنا كنتواجدوا في تقاطع زرقطوني مع شارع المقاومه، يعني كيف ما كتشوفوا معنا في اللحظات هذا الرموك هذا اللي وحصل هنايا بعد ما ضرب في هذا الكونتينر، يعني كيف ما كتبوا معنا عناصر الامن متواجدين بعين المكان، يعني كيفوا معنا هذا الرموك هذا واش بعقله دايز به من تحت هذا الممر تحت الارضي. شوف شوف شوف، يعني كاين الناس اللي هبطوا من ديورهم لحق سمعوا ديك القوه باش ضربات هذا الكونتينر مع هذا الحيط هذا، يسحبوها شي تفرقيعه ولا يسحبوها شي حاجه، يعني طبيعي تاع الناس راه تخرعوا كاملين. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هو الرموك راه مازال حاصل، عناصر الامن متواجدين بعين المكان، والطريق حتى هي محبوسه. الطريق محبوسه. الو كيفاش تصير ندير ما فهمتش ديز واحد السكران هو مالك ما عرفت ليه السكران واش بعقله الله يهدي. شوف شوفوا معنا فين حصل. شوف 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 ليش من تليفون راه ديال الحيط كلاصقه شي حاجه في الحيط ديال الحيط ولا ديال الكونتينر تعوجت. شوفوا معنا شوف 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 خسائر ماديه بالجمله، يعني هذا الشخص هذا كيف ما تبعتوا معنا مش الكرام شوفوا شنو دار. راه شي عافض ديك الضربه. شوف الكونتينر راه صحيحه الكونتينر راه حديد. جاي بسرعة، جاي بسرعة وباغي يدخل، يعني سيارة الإسعاف في هاد اللحظات تاهي كتدخل من أجل نقل السائق لأنه تاهو مصاب. شي واحد مخصح هذا لا ما بات هنا هنا يبات هنا هذا غيبقى هنا اي بات سبب في إصابة ديال شخص. هو تسبب في إصابة شخص. يعني في هاد اللحظات سير الإسعاف غتنقل للشخص المصاب بسبب الكارثة أو الواقعة اللي وقعت الكارثة، نقولوا كارثة بهذا المعنى هذه مش الكرام، واش اللي قناة شفتها بهذا الكاميو ولا هذا الرموك هذا اللي دخل في الممر تحت الأرضي وحل هنا، يعني شخص مصاب على مستوى الرأس ديالو، وفي هذه اللحظات سيارة إسعاف كتدخل من أجل النقل ديالو إلى المستعجلات. أمادي يعني سيارة إسعاف في هذه اللحظات وبسرعة
يتم نقل الشخص المصاب الى المستعجلات. يعني كيف كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شبيبة، يعني شوفوا معنا الكاميو مازال حاصل، الرموك مازال حاصل، يمكن غادي يرجع مارشيريير باش يحاول يخرج، وقال غير يرجعوه مارشيريير. الاخر اللي كان سايق وقايل ناخذ مع الشوب ضرب راسه يعني محاولة ديال إخراج هذا الكاميو ولا هذا الرموك هذا في هذه اللحظات من تحت القنطرة في التقاطع ما بين زرقطوني وشارع المقاومة. أو راجع مارش أريير واو الكاميو قلت صعب بغي دخل بغي دخل هذه كاملة واو 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 بودرة بودرة الكونتونر شنو قال هكذا سيجيب الوسط دور على الناس عليه جماع 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 شي سوا والله ما يعطيو الرموك بالله هاي شو يعطيو الرموك هذا غادي يتكلم حيط لاصو ولا لا هذا لا ما كيعرفش اسمح لي بلا تا واحد السيد جاي يا واحد السيد نرى غيدخلو ثاني لا صاحبي لا ما كيعرفش فوالا مزيان مزيان